انا بخاف من مراتاتي. قلت لي انت مين؟ سوبر ميو. قوينا يا رب. وانا خميس السبتاوي. طب ومناسبه ايه؟ الجمعه اجازه. انا شايفه القمر. عايش فاجر واموت فاجر. شكور. دايره الدم بدات. ممكن تيجي معايا دلوقتي؟ خطر. ده سحر اسود واكيد هتقتلنا كلنا. انت؟ لا انتظروني. انتظروني؟ انتظروني انا مش جاي. تابعوا مسلسلات دراما رمضان على شبكة قنوات صدى البلد. زي ما قلنا لكم قبل الفاصل انه خلاص ايام وشهر رمضان يحل علينا، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا معروف انه هو شهر بيكون مليان كمية مسلسلات كتير جدا، عشان كده معانا الناقد الفني عبد الله غلوش عشان يكلمنا اكتر عن خريطة رمضان السنة دي وتوقعاته، يا ترى مين هيكتسح. منورنا. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب وربنا كده يجعلها سنه حلوه عليك وعلينا. معانا بقى في صدى البلد ست مسلسلات، اثنين اكسكلوسيف او حصري في صدى البلد، معانا زودياك وشيري دوت كوم، ومعانا شيري دوت كوم، ومعانا اربع مسلسلات، مملكه الغجر، ومعانا حدوته مره، ومعانا سوبر ميرو، والزوجه 18. سيبينك بقى قول لنا انت حاسس ايه وشايف ايه وشايف ايه الحاجه اللي هتبوم، وايه رايك في فكره ان شيري دوت كوم دي حاجه نزلت سوشيال ميديا او اونلاين الاول وبعد كده الموضوع ابتدى يبقى مش طردي، ابتدى يعني عكسي يبتدي ينزل. انها وزوديا كان هيبقى نفس الحكايه كده بجد؟ زوجة 18 كمان هيبقى برضه على الانترنت. اوكي. ففكره انه بص، هي حاجتين مسلسلين شبابيين والاثنين متوقع لهم نجاح كبير. شيري دوت كوم نجح لما نزل على السوشيال ميديا والناس اتفرجت عليه. زوديا كمان ليه حاله خاصه، اولا هو سسبنس وستايل جديد في المسلسلات مش عندنا. هي القصة أحمد خالد توفيق طبعا كان حظك اليوم الرواية متاخدة منه، فدي أول حاجة أصلا كان يعملها دراما يعني ملحقش يعني يشوفها والناس بتتفرج عليها. ففكرة إن أحمد خالد توفيق ليه ستايل، فإحنا تربينا على ما وراء الطبيعة صح. والحاجات الجيل بتاعنا تحديدا بيحب الكتابات بتاعته، فأنا شايف إنه هيعمل شغل، خاصة كمان الأبطال فيه ناس، أسماء أبو اليزيد من الناس اللي عاملة السنين اللي فاتت نجاح حلو مع الناس، سواء في هذا المساء السنة اللي قبل اللي فاتت، والسنة اللي فاتت كمان عملت كذا مسلسل نجح مع الناس، فهي حالة كويسة. أحمد خالد صالح طبعا السنة اللي فاتت في نسر الصعيد برضو عمل نجاح كبير، فأنا شايف إن حالة كويسة إن فكرة مسلسلات مترجتة للشباب أكتر إن صدى البلد تعرضها، دي حاجة شايفها هتعمل صدى كويس إن شاء الله في رمضان إن شاء الله يا رب. طيب إحنا دلوقتي إن شاء الله داخلين على موسم رمضان، كم عمل مشارك ما سنة 29 مسلسل. بص قعدنا من رمضان اللي فات لغاية من شهر تقريبا، البرامج كلها بتتكلمش على فكرة إنه لما يبقى في أي ضيف نقوله أنت إيه رأيك بقى إن السنة دي مسلسلات عددها قليل و12 مسلسل ومش عارف، في الاخر 29 مسلسل، يعني نفس تقريبا السنه اللي فاتت اقل ثلاث مسلسلات عن السنه اللي فاتت. امال ليه في بروباجندا قوي ان عدد المسلسلات قلت جدا انا شايف السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت. يعني السنه دي انت لما تيجي تحسب هو فعلا السنه دي اكتر، صدى البلد اهو السنه دي عرض ست مسلسلات ما شاء الله. فيعني كل القنوات تقريبا ده الافريج بتاعها من خمس لست مسلسلات، فده منهم اكسكلوسيف ومنهم بيتذاع على كذا محطه، فانا شايف انه لا ما حصلش. بس هي فكره انه هو مستحيل يحصل. مستحيل يحصل، لان لما كان بيحصل زمان فكره انه 8 مسلسلات بس و12 مسلسل بس احنا كنا قليلين، السنه دي احنا كتير يعني احنا ف100 مليون يستوعبوا ان احنا العدد ده من المسلسلات، يعني يستوعب ان احنا، وخاصه ان احنا عندنا قنوات كتير مش عندنا بس هم القناتين الاولى والثانيه اللي زي ما كان بيحصل زمان، فانا شايف انه العدد يستوعب كده. السنه دي يمكن اللي خلى الناس عندها احساس ان المسلسلات اقل ان في نجوم كنا متعودين ان احنا نشوفهم كل سنه. ده بالظبط كنت هسالك عليه، نيلي كريم مع حفظ الالقاب. بص اولا احنا السنه دي الجيل اللي هو الكبير مفيش مسلسل ولا حد من النجوم الكبار، يعني ولا عادل امام احترمنا طبعا لكل الاسماء، يعني عادل امام، يحيى الفخراني، يسرى،
الناس اللي كنا متعودين نشوفها في رمضان. ميرفت امين حتى بقالها سنتين بتعمل حاجات في رمضان، مفيش السنه دي. الجيل ده كله مش السنه دي مش موجود في رمضان، بلس ان في بقى نجوم تانية زي هند صبري، زي نيلي كريم، زي ناس برضو احنا كنا ابتدى يبقى ليهم جمهور في رمضان، زي خالد الصاوي. الناس دي برضو مش موجوده. طب ايه رايك ممكن شايفه عامل ازاي؟ يعني ده كان ممكن يوقع الدنيا شويه. لا يعني هو الفكره في انه هي دي سنه الحياه يعني. طب ليه هم عاده مش اللي انا عارفه معلش ان هم كانوا داخلين حاجه او انا بقرا زي كل الناس، انا مش مطلع قوي في حته بس مثلا واحد زي نيلي كريم انا اي بليف ان هي كانت داخله حاجه. طبعا استاذ عادل امام كان داخل حاجه، ليه هم دي ارنب؟ يعني السنه دي في توجه عام في الانتاج يبقى بطريقه معينه، انه فكره انه النجوم اللي كانت بتاخد 40 مليون و30 مليون والارقام اللي كنا بنسمعها قبل كده، ففي ناس ما عجبهمش الوضع ده فقالوا لا احنا هنريح، ما اقعدش اتعب نفسي واقعد اربع شهور واقعد لغايه يوم 28 رمضان. يعني 90% من المسلسلات هتخلص قبل رمضان بيومين يعني. فانا ليه هتعب نفسي وانا مش هاخد العائد اللي هيريحني؟ طب ما انا خلينا اتفرج السنه دي كده واشوف السنه الجايه هيتراجعوا عن القرار ده او لا. انا شايفه الموضوع غيبوا الموسم ده اكيد هيوحشونا للموسم اللي بعده، اكيد هيرجعوا يشتغلوا تاني ويبقوا راجعين لنا عارفه على شوقه بالظبط، فاحنا هنبقى بنتفرج عليهم وبنشوفهم واحنا مبسوطين عشان وحشنا. السنه دي في طيب الفنانات كتير. طب قولي اتفضلي ايه الحاجات اللي متفائل بيها؟ انا كنت شايفه بصي يعني انا السنه دي واخد قرار مثلا ان انا ما احكمش على حد اقول انه ده حلو او وحش بعد ثلاث ايام. هو يعني ليه فكره ان انا من النهارده ولسه الناس بتصور وتعبانه وبيقعدوا 24 ساعه بيصوروا والكلام ده، وقبل ما انا اتفرج اصلا على حاجه خالص اقول ان المسلسل ده فاشل او اتريق على دي او مش عارف ايه او من البوستر او الكلام ده، هي حاجه محبطه بجد والله. طب انا يعني هكمل زي بقيه رمضان؟ فعلى الاقل ندري الناس فرصه انهم نتفرج عليهم يعني نشوفهم هم هيعملوا ايه. بس يعني كل المسلسلات كل الناس بتتعب وكل الناس هنشوفهم يعني. لو مفيش حاجه مستنيه انا عايز اقول يعني لو احنا 29 مسلسل مثلا، لو مليون واحد شاف كل يعني مسلسل واحد بس المسلسل ده يبقى اتشاف يعني. يعني مليون ده رقم كبير قوي، ده في دول ما فيهاش الرقم ده يعني طبعا. انه يتفرجوا على مسلسل. طيب احنا دايما يعني بس متفائل بحاجات كتير كويسه هنعرف ايه الاسماء. بس انا عايزه اسالك في نقطه انه في مسلسلات بقت موجهه اكتر للشباب وكمان الابطال بتوعها هم شباب، يمكن احنا بنتابع كده كل رمضان حد يظهر وبعدها بيشق طريقه زي ما بيقولوا الناس بتتابعه وبتحبه زي ما حضرتك ذكرت اسماء ابو اليزيد. شايف مين ممكن يعمل النقله دي في رمضان ده من الوجوه الشابه او من الشباب؟ في ساره الشامي هي اللي عامله شركه دوت كوم. بالظبط. ومعاها بسنت شوقي. بسنت شوقي من الناس اللي برضو هتبقى يعني السنه دي انا متوقع لها من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت عملت دور ما كانش كبير في كلبش اتنين بس عمل صدى مع الناس ففي شركه دوت كوم، وعملت كمان السنه دي قبيل، عامله دور حلو جدا في قبيل، من الناس اللي انا متوقع لهم منهم يبقوا كويسين. انا حاسس ان السنه دي دينا شربين هتبقى احسن من السنه اللي فاتت. المسلسل بتاع لولا المشاكل اللي حصلت في المسلسل وفكره ان كامل ابو ذكري ثابت المسلسل وجي مخرجين تانيين يكملوه، ده يعمل دروب شويه في المسلسل. بس انا حاسس انها عامله السنه دي حاجه مختلفه. متوقع ياسمين عبد العزيز هتعمل حاجه مختلفه السنه دي بعكس ما الناس شايفه انه ايمي سمير غانم ممكن ما تنجحش قوي. انا شايف المسلسل حتى من البرومو لطيف يعني، وهي في ستايل، في ناس بيحبوا الستايل ده من المسلسلات وبعدين نجرب يعني. فكره سوبر هيرو حضرتك تقول ان ممكن الناس ما عجبهاش، هل فعلا في فيدباك؟ في فيدباك يعني بص على السوشيال ميديا كده في اليومين اللي فاتوا في فيدباك مش حلو لثلاث مسلسلات تقريبا يعني. ياسمين عبد العزيز، مي عز الدين، وايمي سمير غانم. الناس شايفين انه ياسمين يعني خلاص احنا اتعودنا على فكره الكوميدي في ياسمين، ففكره انها تبقى سسبنس واكشن والحاجات دي مش هتبقى لايقه يعني عليها. هي تعمل كوميدي يفضلوا يقولوا لها ايه اللي فيها زهقتينا، تغير يقولوا انت غيرتي. مي عز الدين ناس مسكله على فكره الكاركتر، مع اني شايف مي عز الدين مغيره برضه يعني. مي عز الدين بقى لها خمس سنين ما بتعملش الستايل ده من المسلسلات، فلما ترجع مره تعمل حاجه شعبي او حاجه كوميدي تمام. ايمي سمير غانم انا شايفه يعني فكره جديده، مش لازم كل سنه تبقى مع حسن ومش لازم كل سنه يعني صح. ففكره ما نجرب، ما يمكن عامله السوبر هيرو دي السوبر ميرو حاجه كويسه يعني. يعني ليه ما نديش للناس فرصه ان احنا نشوفهم؟
طب ايه رايك بقى ناخد معانا مداخله تليفونيه من مي الغيتي؟ مي الغيتي عامله مسلسل حصري زودياك على قناه صدى البلد. ازيك يا مي؟ هاي، ازيك؟ عاملين ايه؟ انت عامله ايه؟ لا ايه، الحمد لله كويس. كل سنه وانت طيبه. صحيح يا مي. مي معانا استاذ عبد الله غلوش، ناقد معانا، هيقول لنا على حاجات رمضان، وهو بيقول لنا ان هو متفائل جدا جدا بمسلسل زودياك. وقول لنا انت ايه رايك في المسلسل ده وتجربتك عامله ازاي معاه وكده؟ ده شرف لينا يا فندم. يعني هي زودياك بجد كانت تجربه مختلفه جدا، وانا عارفه ان في ناس بتقول كده على مشاريع كتير، بس الفكره انه ما اعتقدش ان احنا قدمنا في رمضان حاجه. يعني يمكن بنحاول نقدم حاجات رعب كل فين وفين، بس هي الفكره في زودياك مش ان هو مسلسل رعب. هي الفكره ان نوع ده من القصه التشويقيه اللي فيه خيال علمي، اللي بيحاول على قد ما يقدر يشد المشاهدين، مش عشان دي حاجه مرعبه وعايزين نخوفك او عايزينك تتابع عشان الاثاره، بس انه في قصه وانت عايز بتنجيج، او ان انت بتقدر تتعلق بالشخصيات بتاعتها وبجد عايزهم ان هم ما يكونوش واقعين في مأزق او حاجه زي دي. يعني القصه نفسها اعتقد الناس هتبقى مشدوده معاها لتعلقها بالشخصيات اكتر. وانا ما قدمتش حاجه زي دي قبل كده، عاده بعمل حاجات دراما اكتر، فيعني ممكن نقول ان دي دراما تشويقيه بس فيها برضو اكشن وفيها رومانسيه وفيها اثاره شديده جدا. انا كنت هسالك يا مي، يعني دور، يعني انت قلتي اصلا ان الدور مختلف عليكي، يعني كان دورك عامل ازاي؟ ممكن تقولي لنا شويه؟ مش هتحرقي اكيد المسلسل، بس قولي لنا زبين كده. هقولك، هي انا بعمل شخصيه مريم. فكره في مريم ان هي كطبعها مش، يعني انا عاده كنت بعمل البنت الغلبانه، او اللي هي دايما بتحاول تدعم كل اللي حواليها، او ان هي دايما يعني زي كده، يعني الشخصيه الخيره دايما اللي بتحاول زي لا تطفئ الشمس. ايه؟ زي لا تطفئ الشمس كده بالظبط. يعني حتى لو هي كده ممكن عنيده سنه، بس دايما بتحاول، او نيتها دايما خير. مريم مش شخصيه شريره، بس هي برضو عندها طبع حاد جدا وعنيده قوي، والفكره المختلفه فيها ان هي مهتميه جدا بقرايه، هي بتقرا ورق تاروت، المفروض انها بتحاول تشوف المستقبل او يديلها علامات، ومؤمنه جدا بالطاقه والروحانيات، ودي بالنسبه لي حاجه مختلفه. يعني ما عملتش شخصيه مثلا بتؤمن بالحاجات دي قبل كده، او مربوطه جدا بالعالم اللي هو فيه ارواح او فيه يعني الغاز او كده، فده الشيء المختلف فيها. وهي بتدخل بقى في الحاجات بتاعت اللعنه الفرعونيه دي والقصه دي كلها، فالمفروض ان الشخصيه دي هتشد الناس قوي. يعني طيب مايا، وانت معايا، انا عايز اسال الاستاذ عبد الله على حاجه. هل شايف انه النوع ده من المسلسلات مناسب لاجواء رمضان؟ يعني مناسب للي الناس متعوده ان هي تشوفه في رمضان؟ بص، يعني الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم على جيم اوف ثرونز، يعني الفكره صح؟ يعني بتتفرج عليه في رمضان ومش في رمضان ومش عارف، وهو المسلسل ده متارجت ناس معينه، يعني يعني مش بتتفرج عليه الناس كلها، هو شباب معين. مسلسل ايقاع سريع 25 دقيقه اظن، ما يصح الحلقه. مظبوط. فايقاع سريع، اللي هو حتى كمان لو انت ما شفتوش على صدى البلد في التلفزيون هتشوفه على البيج بتاعت صدى البلد او على اليوتيوب. يعني اللي هو ستايل ده من الناس، من الشباب، يعني هم متارجت جيل معين وموجه لجيل معين. بالظبط. ميرسي يا مي، بشكرك جدا. قبل ما تقفل بس، مي، هتتفرجي على ايه في رمضان غير زودياك؟ والله ناوية ان شاء الله اتفرج على سوبر ميرو. سوبر ميرو؟ حلو، اتفرجي عليه عندنا بقى في صدى البلد. يبقى انت بقى تتفرجي عليه عندنا وتشوفي نفسك عندنا. هعمل كده. بس لو ينفع اقول حاجه بس طبعا صغيره جدا، انه انا شايفه فعلا ان مهم قوي ان احنا كلنا يعني عاملين بطوله شبابيه، لانه انا كنت بتضايق ان انا مش بحس انه في اي حاجه بتارجت الناس اللي قدي، او ان في يعني ما فيش مسلسل معمول لينا احنا، للجيل بتاعنا احنا. فمبسوطه ان انا عندي فرصه انه تمام ان انا ادوكوا اهو، بحاول اقدم قصه بتعبر عننا كشباب، ومش بتفرج دايما على حاجه متقدمه لناس اصلا مش فاهمه يعني ايه كنت تاني. احنا كمان مبسوطين يا مي، وان شاء الله هنتابعك باذن الله يا مي. التوفيق والنجاح والتوفيق. باي باي, باي. ناخد احمد طلعت برضو، بطل من ابطال مسلسل زودياك. ازيك يا احمد؟ صباح الخير. صباح الخير. انت عامل ايه؟
الحمد لله. ازيك يا حسام؟ الحمد لله. احمد، ممكن تحكي لنا شويه عن دورك في مسلسل زودياك، سبيشالي ان احنا عرفنا ان هو كله بيتارجت او مستهدف اكتر للشباب، وفي سسبنس، وفي احنا طلع قدامنا اهي الصوره بتاعتك على الشاشه، وكان لسه التريلر شغال من شويه. احكي لنا اكتر كده عنه بعد اذنك. هو انا بلعب دور شخصيه اسمها هنري، وانا الشرير بتاع هنري بتاع القصه. هنري هنري. انا مشغول انه مش مصري، انجليزي، وجاي مصر عشان خاطر اعمل مهمه هي اللي بتجيب لعنة ديت للشباب الصغيرين. هو عالم مصريات، فهو عنده بيتكلم مصري باكسن، يعني ربنا يستر على الاكسن دي اكثر تحبوها او يعني تستحملوها بقيه المسلسل. و هو عشان هو عالم مصريات، فهو برضه ليه في السحر والكلام ده، فهو ده اللي بيساعد على احياء روح مانيسو اللي هو الكاهن الفرعوني اللي تساوب وحصلت المشكله دي كلها. اوكي. احمد، انت حاسس المسلسل ده هيبقى مختلف عن المسلسلات اللي موجوده في رمضان بايه؟ انه مور سسبنس اكتر، انه شبابي اكتر، يعني ايه الحاجه اللي ممكن تبقى تميزه عن المسلسلات الموجوده في رمضان 2019؟ هو المسلسل اولا اتس تريلر، يعني ورعب، فيه شويه رعب، و قصته مختلفة، لان بتهيأليش ان احنا تطرقنا الى هذا النوع من القصص قبل كده، اللي هو فيها لعنة فراعنة والسوبر نيتشر زي ما بيقولوا يعني في امريكا. وهو مش خيال علمي، بس هو يعني هو علم الافتراضي، اللي هو القصة مش هيحصل، بس اتبنيت عليها بقية المسلسل كله. فهو مختلف لان هو فكرته مختلفة من اولها، والسسبنس فيه عالي جدا. يا احمد، بتعني ليك ونورتنا، وان شاء الله مستنيينك بقى ونشوف هتعمل ايه كده في المسلسل ان شاء الله. باي باي. باي باي يا احمد، الف الف مبروك. طيب باي باي. استاذ عبد الله، يعني في فنانين كده برضو بيرجعوا للساحه تاني زي الفنان احمد السقا، شايف رجوع ده عامل ازاي او هيعمل ايه مع الناس؟ بص، انا احمد السقا من الناس اللي متوقع لهم نجاح كبير السنه دي. اولا هو ستايل يعني الناس متعوده دايما على احمد السقا اللي هو البطل والهيرو والضرب، وهو لا، هو السنه دي طلع لا ولد الغلابه. هو هيجي تحول في شخصيته، انه هيرجع تاني احمد السقا اللي احنا عارفينه، واللي بيضرب بينتقم وبيعمل كل الكلام ده. بس هو احمد السقا، بص، انا من الحاجات اللي شايفها كويسه في المسلسل محمد سامي من المخرجين اللي انا بشوف ان هو اعماله بيعرف يعمل اعمال ناجحه، يعني احسن اعمال عملتها غادة عبد الرازق كما محمد سامي طبعا. حتى المسلسل اللي هو عمل قلبان والاسطوره بجمع. لا كمان الاسطوره لما عمل الاسطوره محمد رمضان، اللي هو عمل قلبان في الدراما والمناسب المشاهده دي، كان محمد سامي. فانا شايف محمد سامي من الناس اللي بيعرفوا يغيروا البطل اللي معاهم ويطلعوه بشكل مختلف، بيعرف يعمل دراما كويسه يعني. صح. الفنان محمد رمضان كل سنه بيعمل حاجه مختلفه. على ذكر الاسطوره، شايف دوره السنه دي عامل ازاي؟ مش عارف، السنه دي محسسني محمد رمضان شويه راجع ل الولد اللي هو الغلبان، مش عامل ستايل الاسطوره ولا عامل نسر الصعيد كل سنه. بالظبط، صح. يعني حاسس انه مختلف. وكمان عبد الرحيم كمان من الناس السيناريستات اللي بيعملوا حاجات هايله، وعمل برضو مسلسلات كتير ناجحه، وابراهيم فخر من المخرجين برضو الكويسين جدا. فشايف محمد رمضان السنه دي بنسبه كبيره شايفه هيبقى انجح من السنه اللي فاتت، يعني هيقرب من نجاح الاسطوره. طب عايز اسالك سؤال، على غرار ان احنا بيبقى في بره حلقات كتيره جدا واجزاء كتيره جدا، والجزء الاول والثاني والثالث في حاجات كتيره قوي، كلبش الجزء الثالث، انت ايه رايك في موضوع الاجزاء وموضوع ان كل شويه بيبقى في جزء ثاني او ثالث؟ هل ده بيبقى ناجح عندنا، وهل بيبقى مور سسبنس اكتر وتريلر اكتر؟ ايه رايك في موضوع الاجزاء؟ كلبش مثلا من المسلسلات اللي انا شفت الجزء الثاني كان احلى من الاولاني ونجح اكتر، ومتوقع ان الجزء الثالث كمان يعمل أكثر. نفس النجاح. هي بتبقى حاله، يعني في مسلسلات بتنجح مع الحكايه دي، وفي مسلسلات ما ينفعش مع الحكايه دي. يعني ليالي الحلميه ما حدش الاجزاء نجحت، رأفت الهجان الاجزاء نجحت، المال وبنون الاجزاء نجحت، يوميات ونيس ونيس. بس هو انت بتوصل لمرحله معينه
الكيرف هي يعني يعني انت الشطاره ان انت تفضل تعمل اوكي تستثمر النجاح ده بس توصل لغايه حته معينه تقول يا جماعه لا خلاص كده انا جبت اخري بقى ده بالزبط. مش هينفع اعمل اكتر من كده يعني ونيس من بما اني ذكرت ونيس كانت لمرحله معينه لحد وفاة الله يرحمها سعاد هي فكره بس في كلبش انه انت مع اخر الاجزاء هما ما بيقدروش كده دايركت مش بمزاجهم مع اخر كل جزء هو كل الابطال بيموتوا تقريبا ما بيفضلش غير امير قراره فانت تبقى مضطره في الجزء الجديد تجيبي كرو كامل تاني صح. كله زي السنه دي احمد عبد العزيز ما كانش موجود هشام سليم ما كانش موجود احمد العوضي ما كانش موجود يسرى اللوزي ما كانتش موجوده فانت بتحسي ان هو اوكي هو البطل بس هو الحاجه اللي مكمله معايا لكن في الاخر كل الاحداث والناس اللي معاه في المسلسل مختلفين. طيب ياسر جلال يعني بقاله كده سنتين تقريبا بيعمل حاجات مختلفه جدا والناس متعلقه بيه والناس متابعاه وكان متالق فيهم جدا شايف ايه التحدي الاصعب اللي ممكن يواجهه السيزون ده انه مش لعب على الدقن دقن عاديه مش يعني ولا مطول ولا يعني دقن عاديه هو اللعب السنه دي على فكره المصارعه ومعاه كرم جابر يعني ومعاه ايمان العاصي معاه حنان مطوع من الناس اللي بتعمل بتبقى تقل لاي يعني شايف انها تقل معاه في اي مسلسل معاه سيناريست ما اشتغلش معاه قبل كده معاه مخرج ما اشتغلش معاه قبل كده بس عملوا نجاحات كبيره فانا شايف انه لا يعني شايف انه ياسر جلال هيكمل ومن الناس اللي هينافسوا من الاربعه الاوائل في الدراما السنه حلو طيب حلوه قوي شايف يعني الاختلاف او التنوع في مسلسلات رمضان السنه دي ما بين كوميدي ودراما عامل ازاي متحقق في السيزون ده ولا مش قوي السنه دي الكوميدي اكتر من كل سنه يعني السنه دي في حوالي 8 مسلسلات كوميدي يعني في دنيا سمير غانم عامله كوميدي ايمي سمير غانم عامله كوميدي محمد عادل امام علي ربيع مصطفى خاطر مي عز الدين في اعمال كتير احمد فهمي كمان من المسلسلات اللي انا متوقع انها تبقى حلوه جدا الوالد سيد الشحات لان قصته انا عايزه الاربع مسلسلات اللي انت متفائل بيهم ايه هم عايزه اعرف لا بصي دايما المسلسلات اللي بتبقى في التوب يعني توب 5 عامه ما بيبقاش فيهم كوميدي يعني لان الكوميدي بيبقى حاجه بنشوفها كده اللي هو ايه انت ممكن تتفرجي عليها او ما تتفرجيش لان دايما ما بيبقاش المسلسل الكوميدي عندنا احداثه اللي هو لو فاتك حلقه مش هتعرفي تجيبي لا هو دايما بيبقى حلقات متصله منفصله بضيوف شرف مختلفه كل يوم بناس مختلفه كل يوم يعني حتى دنيا سمير غانم السنه دي راحت عامله فكره الثلاث مسلسلات عملت كل 10 حلقات مسلسل وقصه مختلفه عن قبل كده فانا شايف لا المسلسلات اللي هتنجح السنه دي ولد الغلابه شايف انا شايف غادة عبد الرازق هتنجح السنه دي مع ان ناس كتير بس شايف فكره انه غادة عبد الرازق مش اكسكلوسيف زي كل سنه وهي واخده السيزون ده كمان تحدي مع نفسها انها تعمل انها عايزه ترجع بحاجه مختلفه شايف غادة عبد الرازق من الناس اللي هتنجح شايف انه قلت احمد السقا محمد رمضان ياسر جلال وامير قراره نفس الاربعه السنتين اللي فاتوا دايما هم كلهم كده كل مسلسلات الرجاله يعني الاربعه هم دول التوب قصدي يعني اقول يعني اكيد بس وفي ياسمين عبد العزيز وفي امير انا بقول اهو انا بقول انت بتقول التوب فور هيبقى رجاله من الحاجات اللي هتبقى مفاجاه ياسمين عبد العزيز شايف انه هيحقق نجاح ناس كتير مش متوقعينه ومن الحاجات اللي شايفها هتبقى حصان اسود السنه دي كمان قبيل قبيل محمد ممدوح محمد فراج امينه خليل الثلاثه عاملين حاجه مختلفه والثلاثه شايف ان المسلسل هيعمل شغل مع الناس برضه طيب يعني انا اسف ايه رايك نيجي نكمل بقيه المسلسلات ورايك في بقيه المسلسلات بعد الفاصل يلا استنونا بعد الفاصل هنرجع لكم تاني ونقول بقى راينا في مسلسلات رمضان دراما 2019 جميلة هتجمعنا ويا رب دايما جمعنا
هيكون شهر عادي كمان صدى البلد، هنعيش أحلى الأوقات مع المسلسلات، مع ناس ما بننساهاش هنعيد الذكريات، هتشوف كل النجوم معنا كل يوم، إن كان قبل الفطار ولا بعد السحور، أيام جميلة هتجمعنا ويا رب دايما جمعنا، صدى البلد بتهني كل الناس. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم وبنتكلم عن مسلسلات رمضان السنة دي. حضرتك عارف ان احنا عندنا زوجة 18 برضو ان شاء الله هيبقى حصري على صدى البلد. هو لا مش حصري، هو هيتعرض عندنا برضو. ايه رأيك شفت التريلر بتاعه؟ شفت توقعاتك ليه ايه؟ شفته يعني مش يعني بص ما اقدرش اقول توقعات معينه، بس شايف انه من الحاجات اللي هتسمع مع الناس برضو، لان الناس بتحب الحاجات اللايت الاجتماعيه. صح. اللي هو نجح فيها ناس كتير وحصل ردات كمان من الناس اللي نجحوا في الستايل ده في السينما كمان تحديدا. ده حقيقي بالظبط. معانا او معانا دلوقتي على التليفون زوجة 18 معانا ايه سماحه. ازيك يا ايه؟ ايوه حسام، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه سماحه، احنا عارفين انت عملتي جراند اوتيل، عملتي الحربايه، عملتي هذا المساء، حاجات كتيره قوي. احكي لي بقى عن الزوجه 18 وانت انهي زوجه فيهم بالظبط؟ ولا مش زوجه اصلا ولا ايه؟ اولا انا مش هقدر اقول انهي زوجه فيهم بالظبط علشان ده لسه حاجات بتترتب، بس يعني تجربتي في الزوجه 18 اول حاجه عاملها لايف كوميدي. انا كل الحاجات اللي كنت بعملها كانت حاجات دراماتيك او سسبنس او الحته دي، اول مره اشتغل لايف كوميدي ومع ناس بحبها. يعني انا من الاول خالص حسن الرداد كممثل انا بحب شغله جدا، والكوميدي الحلو اللي انا بحب اتفرج عليه. يعني انا في كذا سكه، بس هي دي اكتر حاجه بتبقى بحسها قريبه للناس من الممثلين اللي قريبين للناس. فاول ما جات لي فرصه معاك كنت متحمسه جدا ان انا اعمل ده، والحمد لله ان الاجواء انا لسه ما اتفرجتش طبعا على اي حاجه، بس يعني الجو كده كان كلنا صحاب وقريبين من بعض، والقصه لايف وقريبه من الناس، الحاجات اللي الناس محتاجه تشوفها لان الناس تعبت من الحاجات. طبعا الحاجات الدراماتيك وكده طبعا مطلوبه وبقت تتعمل بشكل احلى بكتير من الاول، بس الناس بتبقى برضه عايزه تضحك، عايزه حاجه تتفرج عليها كده زي زمان، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. فيا رب يا رب يا رب يطلع حلو ان شاء الله. طيب احنا معانا دلوقتي الناقد استاذ عبد الله غلوش، عايز اسالك على حاجه. عايز اسالها على حاجه؟ ازيك ايه الاول؟ كل سنه وانت طيب ومبروك. الله يبارك فيك، شكرا. هو المسلسل كان اسمه الابن 18 الاول ولا هو زوجه 18 من الاول؟ لا الابن 13 مش ال 18، وبعدين بقى الزوجه 18. طب يعني كده نقدر نفهم المسلسل ولا لا؟ لا لا مش ومش هقول لك حاجه على المسلسل. انت يعني مش عايزه تقول لنا اي تفصيله؟ طيب حتى لو صغيره. انا كل التفاصيل اللي انا اقدر اقولها اللي بقولها في كل حته ان هو الموضوع لايف كوميدي، وكلنا يا رب يا رب نطلع لذيذ وخفيف كده على قلبكم ان شاء الله. مش هقدر اقول اي حاجه اكتر من كده عشان بدخل في تفاصيل. بيفرق معاك المسلسل يبقى بيتعرض على اكتر من محطه او اكسكلوسيف؟ يعني بتحبي ايه اكتر؟ بحس ان هو لما بيبقى على كذا حته طبعا بيبقى فرصه اكبر ان هو يتشاف اكتر ولكل الناس، فطبعا بحس ان لما يبقى على كذا قناه بيبقى احسن. معرفش ممكن ده يطلع غلط، بس يعني انا بحس كده. ايه يا سماحة شكرا يا ايه، بنشكرك جدا جدا. و ان شاء الله باذن الله يبقى مسلسلك رائع جدا جدا، وربنا يوفقك. كل سنه وانت طيبه. نرجع تاني للسباق الرمضاني. من ضمن برضو الناس كانت اتعلقت بيهم السنين اللي فاتت عمرو يوسف كان عامل مثلا طايع، السنة دي شايف ممكن يعمل ايه؟ هو السنة دي كان هيعمل بس ما عملش. عملش بسبب ان في ازمة عن شركات كتير. يعني السنة دي ما فيش شركات انتاج كتير عاملة مسلسلات كتير. فكان المفروض ان هو عامل مع ريمون مقر مسلسل ووقف وركز بقى اكتر في اولاد رزق 2 مع احمد عز، يعني فشغال سينما. لكن عمرو يوسف مش موجود، من الناس اللي مش موجوده السنه دي في رمضان. حلو قوي. طيب انا عايز اسال حضرتك برده سؤال مهم جدا. يعني معروف برده انه موسم رمضان بيكون مع المسلسلات في جزء كده من برامج المقالب. تقريبا عندنا 5 برامج
شايف الناس لسه مقبلة على النوع ده من البرامج ولسه بتتابعه؟ وطبعا أشهرهم رامز جلال. هو احنا عندنا 5 برامج مقالب بجد؟ انا ما اعرفش. مش عندنا يعني في المطلق بجد. سواء في يعني برنامجين ستايل وثلاث برامج ستايل تاني يعني. في برنامجين اللي هو رامز وهاني رمزي، الاثنين دول اللي هما فكره النجوم بالزبط. رامز شلال وهاني رمزي الغام. وفي ثلاث مسلسلات اللي هما بيبقى دايما بيبقى ناس عاديه يعني، اللي هي زي الزفه والحاجات دي. لكن مش فكره بتاعي النجوم. الناس راحت اكتر للحته دي، البرامج اللي هي ما فيهاش نجوم اكتر يعني، بقت حاجه جديده. يعني بحس كده، مش شايف كده، لا مش حاسس كده، لان بتبقى باينه قوي انها بتبقى ناس كاستنج، وبشوف ناس ظاهرين في البرنامج ده بيبقوا طالعين، لا مش بيبقوا طالعين في مجاميع في مسلسلات وفي الكلام ده. فلا ما حسيتش انه ما فيش حاجه ما كانش فيها نجوم من ايام ابراهيم نصر بامانه. وبعديها ممكن اديني عقلك شويه، اديني عقلك والكاميرا الخفيه، لكن بعد كده ما لقيتش انه الناس. فعشان كده مثلا ناس زي رامز او هاني رمزي ما بيفكروش انهم يعملوا ده مع ناس عاديه، خاصة المعلنين يعني وشركات الإعلانات. دايما بالتارجت ان فكرة النجم، لازم تشوف النجم وهو بيتعمل فيه المقلب، ما تشوفش ناس عادية وهي بتعمل فيها المقلب. طب ما هو يعني في ناس برضو بتقعد تقول انه ما اكيد هم عارفين ومش اكيد هم عارفين، وفي نفس الوقت احنا برضو بنتفرج. ما الفكرة في ايه؟ انه احنا دايما خلاص احنا بنبقى ايه، عارفه، حافظين، ويعني بس اللي هو ايه، لازم نقول كده وخلاص. لازم نقول كده. اللي هو يعني اللي هو ما ينفعش يعدي علينا، زي صايمو زي ولا كل سنة، عارفه انت الاسئله اللي هي المستفزه دي. طيب حضرتك مين نجم الكوميديا اللي شايفه راسم لنفسه دور مهم موجود كل سيزون رمضان؟ مفيش حد عندنا يعني، مفيش حد بيعمل 3 سنين ورا بعض مسلسل. يعني اللي انا شايفه السنه دي الثلاثه اللي انا حاسس انهم هيعملوا، يعني احمد فهمي شايف، لان عارف قصته وعارف فكره الكيمستري اللي ما بينه وما بين هنا الزاهد، كمان عاملين شغل حلو وقصه كمان فكرتها حلوه. علي ربيع من الناس اللي ليهم ستايل معين في الضحك، بياكل مع ناس وناس تانية ما بيعجبهاش. لكن مفيش حد يعني، كان مفيش حد احمد مكي يعني، مفيش اللي هو ايه كان يعني عامل في الكبير حاجه، اللي هو اللي من الناس اللي نفست على فكره انه اعلى مشاهده. مفيش دنيا يمكن من بعد ما عملت نيلي وشريهان، المسلسل اللي بعد كده ما حققش نفس النجاح بتاع تايلاند، ما حققش نفس النجاح، ولا لهفه كان برضو نفس ولا لهفه كان عامل. فما اعرفش السنه دي ايه اللي هيحصل. هي السنه دي عامله لهفه كمان، قصه من 3 قصص راجع لهفه تاني. عايز اسالك على حاجه، هو دلوقتي عدم او قله وجود المسلسلات الدينيه والاطفال، ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انا شايف الناس كلها سسبنس، اثاره، موضوع الاثاره والسسبنس ده اللي هو انت ما تعرفش مين رايح فين ومين هيعمل ايه، ويطلع في الاخر حد تاني خالص. طب خلاص يعني فايت، بس الدين والاطفال ايه؟ ما الدين عشان تعمل مسلسل ديني او تاريخي حلو لازم هتستغنى انت كقناة عن مسلسلين 3 يعني عشان تعرف تصرف عليه حلو. زمان كنا ممكن نتقبل الأعمال الدينية اللي هي البسيطة، وان ألبس دقن مش عارف ايه، واجيب سيف خشب واعمل مش عارف ايه. دلوقتي مش هنقتنع. يعني دلوقتي انت في ناس قاعدين على الفيسبوك بالموبايل ومش عارف ايه، يوقف البتاع ويصور يقول ايه الحق ده مش عارف ايه، فهتاخد كم تريقه وكم مش عارف ايه، حاجه لا تتناسب مع الفكره، مع فكره الحاجات الدينيه. انا بقول لو اتعمل صح برضه. ايوه انا بقولك، ما هو لازم يتعمل، لازم صح، يتصرف عليه، لازم يبقى في بادجت كبير، لازم بلد بقى يعني، لازم مصر كمصر لا تعمل زي ما هنبتدي نعمل حاجات تاني عن اكتوبر وتاني عن ابطالنا وتاني، لازم نعمل حاجات دينيه كده. ففكره انه ممكن يتعمل قصص يعني حاجه زي امام الدعاء، ما امام الدعاء ده كان حاجه دينيه ايوه عن قصه نجحت جدا، بس فكره ان تعمل بقى حاجه فكره سوريا بامانه، وفي تركيا كمان بامانه، الستايل ده من المسلسلات هو نجحوا فيه لانهم عملوه صح وعملوه، ففكره المقارنه معاهم لا تعملها زيهم ولا ما تعملهاش بقى خالص. طيب يبقى خلينا ندخل في حاجه اقل تكلفه، الاطفال. زمان كنا بنقعد نتفرج على بكار وكنا بنبقى مبسوطين جدا. بوجي وطمطم، بوجي وطمطم، الحاجات دي مش بتحتاج حاجه، انت بتحتاج توصل. مش لازم يعني انت قول لي. طب انت قول لي الانبياء اللي كانت برضو بتتعمل للاطفال، لسه قصص الانبياء معموله السنه دي، معمول السنه دي برضو قصص انبياء، بس في وسط يعني بص الحاجات دي كانت بتنجح ليه؟
في الاخر انت لما كان في ثلاث مسلسلات وثلاث مسلسلات كان ده هيبان. انت دلوقتي انت ما بتلحقش، انت 29 مسلسل لو كل ساعه هتحول من ده لده لده فده مش هياخد مش وقت أصلاً. فده مش هيلاقي وقت ليه. كمان حاجه كمان، ابني واصحابه والناس اللي هم في سن 8 و10 سنين ده مش زينا، ما بيفكروش زينا، بيتفرجوا على المسلسلات. ايه بوجي وطمطم ده لو جيت اتفرج عليه؟ مش قصدي بوجي وطمطم، قصدي بقى من حاجه تواكب شخصيته حتى لو حاجه. ده لازم بقى، ده لازم يحصل. يعني شيماء سيف عملت برنامج اطفال ونجح جدا وعمل مشاهدات عاليه جدا، بس فكره الريسك. انت يعني شيماء سيف ده معروض من رمضان اللي فات على فكره، كان معروض من رمضان اللي فات على قناه مش قناه ثانيه تشتري القناه. بس فكره الريسك ان انت تعمل حاجه كده مفيش، ولازم تعمل حاجه لما تعملها مختلفه. دايما تعملش الفنان او المخرج اللي كان نفسك تشوفهم في رمضان ده ومش عاملين حاجه فمفتقدهم. انا مفتقد يحيى الفخراني جدا. يحيى الفخراني من الناس اللي بحس كده ايه، عارفه زي فانوس كده. ايوه هو كده يعني يحيى الفخراني. لا وعادل امام طبعا. عادل امام بصي مهما الناس اتكلمت على ان عادل امام وبقاله كام سنه ما بيعملش حاجات بتكسر الدنيا ومش عارف، بس عادل امام ده مصر مهم. يعني عارفه مصر اللي هو حاجه حدث من احداث رمضان يعني عادل امام بس. فدول من اكتر الناس. السنه اللي فاتت يمكن يسرى، احنا اتعودنا ان السنه اللي فاتت يسرى مسلسلها اتاجل في اخر لحظه وتعرض بره رمضان، بس انا شايف انه يعني اكتر اتنين يحيى الفخراني وعادل امام جدا. يعني مفيش مسلسل من السنه اللي فاتت من رمضان السنه اللي فاتت حاسس انه محتاج جزء جديد او يكمل يكمل وما كملش السنه دي؟ انا شايف مثلا ايوب هيكمل السنه دي بس اسمه ابو جبل، يعني حاسس ان هو نفس الشبه وكتير المسلسل نفس التيمة. ما كانش فيه السنه اللي فاتت واخده الاسماء يعني اسم المسلسل من اسم بحس البطل، نوع من استسهال سنه. وبعدين اسماء بعيده يعني حاجه اللي هو ايه ابن اصول، فاهم اللي هو احنا كلمه بنقولها بس اصول دي مامت حماده هلال. قمر هادي، قمر هادي ده مش لا ده قمر ده ابن بنت هاني سلامه اللي هو اسمه هادي. وزي الشمس في كذا مسلسل، في كتير جدا السنه دي. يعني فكره انت شايفها استسهال؟ بشوفها نوع من الاستسهال. طب اسالك على شكل بالظبط، على هوجن شكل هوجن. كلمنا اكتر عن هوجن. هو الشكل كان مختلف، شكل محمد امام نفسه كان مختلف وبالك شيب وحاجات كده. اشتغل على نفسه حلو قوي. انا جداً. بصراحه مستنيه المسلسل. يعني يعني من الناس اللي معاه كمان كاست حلو، يعني اسس من الناس اللي بكوميديين. كريم محمود عبد العزيز كمان معاه. لا شايف معاه كذا، شايف انه كمان شيرين عادل من المخرجات اللي بتعمل دراما كويسه. يعني ليها مسلسلين السنه دي، ليها شقه فيصل كانت عاملاها من 3 سنين وليها هوجن. كريم محمود عبد العزيز نفس الكلام. لا شايف من المسلسلات اللي الناس بتنتظرها. بس انا من الحاجات اللي ايوه مش عايز اقول رايي، بس انا مش متفائل بهوجن. انا مش حاسه هينجح قوي. ليه مش متفائل؟ يا ابني رمضان حرام، ده الراجل شغال على نفسه. بص محمد عادل امام شاطر في السينما لكن ما عملش حاجه في الدراما لغايه دلوقتي. يعني يبقى المسلسلات اللي هو واخده عليه ممكن يعني ايوه ممكن. انا عارف، بص ما بحسش انه للمسلسلاته ربط يعني اللي هو ايه. بس مش عايز احكم برضو، خلينا ايه نشوف الاول. يلا ان شاء الله نستنى. يبقى احنا نستنى بقى ونشوف ونشوف محمد امام هيعمل ايه، وربنا يا رب يوفقه. انا بشكرك جدا جدا جدا، وبشكرك انك انت عملت لنا تحليل على كل المسلسلات اللي موجوده في رمضان، تحليل سريع جدا. وبشكر كل اللي اتفرجوا علينا. عايز اقول استنوا على قناه صدى البلد، معانا 6 مسلسلات، 2 حصري، معانا زودياك وشاري دوت كوم، معانا مملكه الغجر، معانا حدوته مره، معانا سوبر ميرو، معانا الزوجه 18. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنه حلوه عليكم، وربنا يوفقكم. أشوفكم في الفقرة الجاية برنامج إنبوكس.